السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. عاد من الموت أثناء تشريح جثته وارتعب الجميع بما فيهم الأطباء. دي قصة الفنان المشهور اللي معانا، الفنان عمر السيد سالم الجيزاوي، وهو اتشهر بعمر الجيزاوي وأعماله الفنية ذات طابع كوميدي، حيث اشتهر بتقديم المونولوجات المضحكة، كما شارك كبار النجوم في أفلام مثل الفنانة القديرة شادية، كما كرمه الزعيم جمال عبد الناصر لاشتراكه في المجهود الحربي سنة عام 1956، ونال شهادة الجدارة عن الرئاسة للراحل أنور السادات. وإحياء عمر الجيزاوي حفل زواج الرئيس السادات والسيدة جيهان، كما قال عنه يوسف وهبي إنه صوت كالفولاذ لا يتغير ويظل لامعا. ومن أبرز المواقف التي تعرض لها عمر الجيزاوي وأحدثت ضجة كبيرة في الوسط الفني، وهو تعرضه لحادث عندما كان داخل سيارته وسقطت السيارة في أحد الترع، واعتقد الجميع أنه لقى مصرعه. وعندما جاء الطبيب الشرعي لتشريح جثته أصيب كل من كان في المشرحة بالذهول عندما وجدوه ينتفض جالسا ويردد هذه قدرة الله. ويعود من الموت أثناء تشريح جثته، وارتعب الجميع بعد عودته من الموت. وفوجئ بالفنانة شادية تغني أغنية مصر اليوم في عيد، وعندما علم بذلك أصيب بالاكتئاب وحزن شديد جدا، ثم أصيب بجلطة وعاش بعدها 9 أشهر وفارق الحياة في 22 إبريل 1983. وكان متعدد الزيجات وأنجب أول مرة 4 بنات ثم 3 صبيان، ثم تزوج من الراقصة اللبنانية أنوار حسين وأنجب منها ولد اسمه معين، وعاش في لبنان مع والدته والعائلة لا يعرف عنهم شيء. وتزوج بعد ذلك من 7 نساء لكن لم ينجب منهم. وهو تزوج 8 مرات. وهو أشهر فنان عاد من الموت أثناء تشريح جثمانه في المشرحة.